افتحوا كتاب النشاط صفحة 11 لنقرأ النشاط. أرقام اليرقة، هذه هي اليرقة وتحتوي على أرقام. تذكر، عندما تعد تصاعديا وتنازليا دائما ما تكون الأرقام بالترتيب نفسه. قم بحل كل مسألة، اشطب كل إجابة تحصل عليها من اليرقة، والرقم الذي يتبقى هو الرقم السري. ماذا يقصد بهذا السؤال؟ يعني الناتج الذي يظهر لي عند المسألة أشطبه، لأنه مكتوب ليس 2+5، يعني ليس هذا الناتج، ليس معناها أحذف، مكتوب هنا ليس 2+3. كيف أجد الناتج؟ أستخدم الأصابع. 2 أفتح إصبعان زائد 3 أفتح في اليد الأخرى 3 أصابع. الآن أقول يساوي، كم يساوي؟ أعد كل الأصابع المفتوحة، 3 4 5، إذن الناتج 5 أصابع، إذن 2+3 يساوي 5. أكتب هنا يساوي 5، ولا أنسى الشطب، ليس 5، أبحث عن 5 هنا وأشطبها. ليس 0+1 بنفس الطريقة، 0 أصابع، لا يوجد أصابع مفتوحة، زائد إصبع واحد مفتوح. كم عدد الأصابع المفتوحة الآن؟ 1، إذن الناتج هو 1، إذن أكتب هنا يساوي 1. ليس 1، يعني أشطب 1. آخر مثال والباقي تحلوا بأنفسكم. ليس 4+5، نفس الشيء بالأصابع، 4+5. الآن أعد جميع الأصابع المفتوحة، سأجدها 9 أصابع، إذن 4+5 يساوي 9، إذن أسجل هنا يساوي 9، وأشطب 9 من هنا، وهكذا حتى يبقى لنا رقم واحد، وأكتب الرقم السري هنا. يمكنكم الآن إيقاف الفيديو والحل بأنفسكم بقية المسائل. هل استمتعتم في الجمع؟ من هو الرقم السري؟ كل الأعداد شطبناها، بقى لدينا 7، إذن الرقم السري هو 7. يمكنكم الآن تصحيح أخطائكم. إذا وجدت أن الرقم السري هو 7 فأنت طالب متميز وعبقري.